السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة الصباحية. الجزائر روسيا، مشهد جديد من الاستقرار والثبات والتطلع على درب العلاقات الدولية المتينة الحقة بإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة وتأكيد الرؤى المتوافقة. يكتسي جوهر العلاقات الجزائرية الروسية في محطة جديدة بين بلدين فاعلين وبإرادة قوية، يكتسي عزما على تعزيز العمل الثنائي لصالح الجهد الدولي المشترك وتسخير المواقف لأجل القضايا الإقليمية والملفات الراهنة تحقيقا للأمن والسلم الدوليين، سعي تجسده زيارة الدولة المتواصلة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى فيدرالية روسيا. تتواصل إذن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى فيدرالية روسيا، حيث خص أمس بقصر الكريملين بالعاصمة موسكو باستقبال رسمي ومميز من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبقصر الكرملين أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وخلال هذه المحادثات استعرض الرئيسان مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مستقبلا. وعقب المحادثات المصغرة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، توسعت بعدها هذه المحادثات لتشمل أعضاء وفدي البلدين. محادثات تعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتؤكد الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين. وبقصر الكرملين وقع رئيس الجمهورية ونظيره الروسي على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين. يوقع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما أشرف السيد رئيس الجمهورية رفقة نظيره الروسي على مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية في مجال القضاء والتسليم بين روسيا الاتحادية والجزائر، واتفاقية للتعاون في مجال الاتصالات العامة، واتفاقية تعاون في مجال حماية النباتات، واتفاقية تعاون بين وزارتي الثقافة لكلا البلدين في مجال الثقافة والفنون، وكذا اتفاقية تعاون في مجال الموارد المائية وأخرى في المجال الفلاحي والري، كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الاستكشاف ورعاية الفضاء الخارجي، واتفاقية تعاون بين منظمة روسيا الاجتماعية للأعمال ومجلسية التجديد الاقتصادي الجزائري. في إطار زيارة الدولة لفخامة الرئيس الجزائري لروسيا، تم التوقيع على الاتفاقيات التالية: وقع وزير العدل الروسي كونستانتين تشوتشينكو ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عتاف على اتفاقية التسليم بين روسيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقع وزير التنمية الرقمية واتصالات ووسائل الاتصالات العامة الروسي مقصود شدايف ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عتاف على الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال الاتصالات العامة. وقع وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد هني على اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال الحجر وحماية النباتات. وقعت وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا ووزيرة الثقافة والفنون الجزائرية سورايا مولوجي على برنامج التعاون بين وزارة الثقافة لروسيا الاتحادية ووزارة الثقافة والفنون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات 2023-2025.
وقع وزير موارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عتاف على مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية ووزارة الري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال الموارد المائية. وقع وزير العدل الروسي كونستانتين تشوتشينكو ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عتاف على محضر التعاون بين وزارة العدل لروسيا الاتحادية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقع مدير عام للشركة الحكومية روس كوسموس يوري بوريسوف وسفير المفاوض فوق العادة الجزائري لدى روسيا إسماعيل بن عمارة على اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال استكشاف ورياضة الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. وقع رئيس المنظمة الاجتماعية الروسية روسيا الأعمال أليكسي ريبيك ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال ملا على مذكرة التعاون بين منظمة الاجتماعية الروسية روسيا الأعمال ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري. وعقب مراسم التوقيع على الاتفاقيات أدلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتصريح مشترك استعرض خلاله العلاقات الثنائية المتميزة وأفاق الشراكة البينية والعديد من القضايا الإقليمية. رئيس الجمهورية أكد أن المحادثات الثنائية بين الطرفين كانت مثمرة وبناءة مع تسجيل توافق كبير في الرؤى والمواقف حول العديد من القضايا الإقليمية. لقد كانت المحادثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين خلال الظهيرة مثمرة صريحة وصادقة، عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة وأكدت إرادتنا المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين. وأفتح قوس لأقول أننا متفقين مع كل ما جاء به فخامة الرئيس فلاديمير بوتين خلال تدخله. لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا. وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما تطرقنا إلى ما يجري في ليبيا. كما أثنى السيد رئيس الجمهورية على دور روسيا ودعمها للجزائر من أجل انضمامها إلى مجموعة البريكس، وكذا الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي
يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة، وذلك من خلال اعتماد خارطة الطريق طموحة للتعاون الثنائي يهدف إلى الاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين. إن التوقيع الذي تم اليوم على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعكس بوضوح طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون، وبهذا الخصوص أعرب مجدداً عن ارتياحنا لمستوى العلاقات بين بلدينا والديناميكية التي تطبعها خلال السنوات الماضية، وسنعمل على الارتقاء بالتعاون عبر تشجيع التبادلات الاقتصادية والتجارية وتنشيط الشراكات بالاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي المتاحة في البلدين. السيد رئيس الجمهورية تقدم بشكره لأخيه الرئيس الروسي لثقته في الجزائر لإمكانية وساطة لإيجاد حل للنزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. شاكر لفخامة الرئيس صدره الرحب إمكانية توسط بين صديق دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها. السيد رئيس الجمهورية أعرب باسم الجزائريات والجزائريين عن امتنانه للرئيس بوتين الذي سمح بتخصيص ساحة عمومية بالعاصمة موسكو لتحتضن النصب المخلد للأمير عبد القادر. أشير فقط إلى امتناني باسم كل الجزائريات والجزائريين على تخصيص ساحة عمومية جميلة جدا في قلب موسكو تحمل اسم زعيمنا زعيم الوطني مؤسس الدولة الجزائرية أقول أمير عبد القادر. شكرا مرة أخرى فخامة الرئيس. للتاريخ فقط أذكر أن القيصر أهدى للأمير عبد القادر وسام النسر الأبيض، وفي عهد الرئيس بوتين أهدى لنا ساحة عمومية للأمير عبد القادر، فشكرا. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر شريك هام، وأن العلاقات الجزائرية الروسية ترتكز على الاحترام المتبادل والاضطراد في التقدم. سعداء أن نستقبل في الكريملين صديقنا العزيز سيد تبون. كون الجزائر شريكا مفتاحيا بالنسبة لنا في العالم العربي وفي إفريقيا. أما العلاقات الجزائرية الروسية فلها تابع بناء ومتبادل المنفعة، وتعتمد على احترام المتبادل للمصالح، وتشهد الاضطراد في التقدم في الجو من الصداقة والاحترام المتبادل. أما التعاون الاقتصادي فعلى امتداد السنوات تحتل الجزائر موقف الدول الرائدة لشركاء لروسيا في القارة الإفريقية، وفي السنة الماضية شهدت حجم التبادل التجاري زيادة ما يقارب 73%، وهناك آفاق واعدة للتعاون في قطاع الأعمال على مختلف المستويات بما في ذلك تركيب السيارات وبناء الميكانيكيات للزراعة والنقل ولاكتشاف الفضاء المفتوح والمواصلات. كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعي البلدين لتنسيق المواقف في إطار المنظمات متعددة الأطراف، خاصة بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. تسعى كل من روسيا والجزائر لتنسيق مواقف في إطار منظمات متعددة الأطراف، وعلما بأن الجزائر بحلول السنة القادمة سوف تتلقى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، فنحن نسعى إلى تفعيل التعاون فيما يخص بالأجندة الحالية
التعاون الأممي. وطبعا نولي اهتماما كبيرا للتعاون والتنسيق في تحقيق الاستقرار على أسواق المحروقات بما في ذلك في إطار أوبيك بلس وكذلك منتدى الدول المصدرة للغاز. ومن بين الملفات الإقليمية تطرقنا إلى الأوضاع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد أيضا بجهود رئيس الجمهورية واستعداده للقيام بجهود الوساطة بخصوص الأزمة الأوكرانية. وعلما بأن الجزائر عضو في فريق الاتصال للجامعة العربية حول أوكرانيا، أنا شرحت لزميلي الجزائري الرؤية الروسية للأسباب الأولية لهذا النزاع ولتقييمنا. وقبل دخولنا إلى هذه اللقاء شرحت لزميلي كل الملابسات، وشاكرين للجزائر ولرئيس الجزائري على استعداده لتقديم جهود الوساطة. دائما وفي إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فيدرالية روسيا، قام السيد رئيس الجمهورية بزيارة إلى ضريح الجندي المجهول بجانب الشعلة الخالدة وسط العاصمة موسكو، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الجندي المجهول.
هذا ويشارك رئيس الجمهورية اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة سان بطرسبورغ، والذي يعرف مشاركة قياسية من 130 دولة. رهانات المنتدى وأفاق الشراكة بين الجزائر وروسيا في هذه الورقة لوسيلة بوشارب. المنتدى الاقتصادي العالمي بسان بطرسبورغ الروسية هو بمثابة منتدى دافوس بالنسبة لأوروبا. الطبعة الحالية تضم أكثر من 1000 مشارك من العالم العربي وشرق آسيا. الملفات المطروحة للنقاش تخص مجالات تكنولوجيات المعلومات، الطب، التعليم، الصحة، بناء السفن والمؤسسات الناشئة. كما سيناقش المشاركون مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية ومصير الدولار الأمريكي. الجزائر ولأول مرة تحضر المنتدى على مستوى القمة. الجزائر وبحضور متميز من السيد الرئيس الجمهورية رئيس تبون تسعى إلى جلب استثمارات قوية في ظل بيئة اقتصادية مواتية وقانون استثمار يعني جديد جذاب. مشاركة الجزائر في منتدى سان بطرسبورغ تندرج ضمن سياسة شاملة لاقتحام الأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وتصبو الحكومة الجزائرية للخروج من مجالات التعاون التقليدية والكلاسيكية والتوجه نحو قطاعات حيوية على غرار الطاقات المتجددة، الفلاحة والمعلومات. زيارة الدولة التي تقود رئيس الجمهورية إلى روسيا سياسية لكنها أيضا اقتصادية بامتياز، تهدف لتجسيد علاقات استراتيجية متميزة وتعزيز التنسيق ضمن الأوبك بلس، وعينها أيضا على البريكس. البلدين هما بلدين محوريين في منظمة أوبك بلس وفي منتدى الدول المصدرة للغاز، بالإضافة أن الجزائر تراهن على روسيا من أجل ولوج إلى أكبر مجموعة اقتصادية هي مجموعة البريكس. إذن محور الجزائر موسكو يتعزز من جديد على أمل رفع حجم المبادلات التجارية التي سجلت 3 ملايير دولار سنة 2021، وهو مبلغ لا يرقى لنوعية ومستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية القوية التي تربط البلدين. إلى موضوع آخر، حيث فاز أمس تلفزيون الجزائري بالمرتبة الأولى من جائزة اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية من خلال برنامج من فلسطين للزميل مراسل التلفزيون في غزة وسام أبو زيد. كما تحصل مسلسل الدامة للتلفزيون الجزائري على المرتبة الثانية من الجائزة المقامة بتونس. تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات لأفراد الجالية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بأسعار التذاكر، تعلن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تخفيضات تصل إلى 30% من أسعار تذاكرها عبر خطوطها الجديدة جنوة الإيطالية، برشلونة الإسبانية، وسات الفرنسية، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. ضمن الهبة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي، استقبل أمس ميناء وهران كميات من المساعدات الإنسانية من إسبانيا لفائدة الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين. القافلة مكونة من 30 مركبة وعلى متنها مواد غذائية مختلفة، إلى جانب ألبسة وأدوية وتجهيزات طبية تبرز صورة التضامن الإنساني للشعوب مع اللاجئين الصحراويين. هذا ويسهر أفراد الهلال الأحمر الجزائري على التكفل الأمثل باستقبال وتسهيل وإيصال المساعدات للصحراويين. هذا واختتمت بمخيم بوجدور للاجئين الصحراويين فعاليات البرنامج السنوي لاتحاد المرأة الصحراوية، والذي تخللته تكريمات لنساء صحراويات مدافعات عن القضية. الموضوع لعمار تواكينا.
عرفانا بالدور الكبير الذي واكبته المرأة الصحراوية دفاعا عن القضية، نظم الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية حفلا ختاميا لبرنامجه السنوي والذي شهد تكريم عدد من النساء ذات البصمة التاريخية في مسار القضية. مشاركة عام 70 17 يونيو، واللي الدوافع دفعوني على اني مرأة صحراوية وندور نشاركه في البداية. بقات الرجال الدافع الدفاع عنا وترد المغاربة وتخبطهم وتحررنا احنا تيران جدار محررة، وبدينا احنا نعدلوا ذاك اللي جالت نحدلوا. المرأة الصحراوية دخلت هذا يعني بدون يعني جاهزية، يعني جاهزية سواء كانت ثقافية أو يعني قدرة، لكن معنوية عالية لتحقيق هذه الأهداف اللي هي مؤمنة بها، مؤمنة عن حد ما عنده وطن ما عنده شيء. محسن للدرجة الأولى في الإدارة في مسابقة الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، وهذا يظهر عن المرأة الصحراوية راهي مجهودات كبيرة في المجتمع، وراهي طبعا قبضت النصف للرجل. ليعكس هذا الحدث مرافقة دور المرأة الصحراوية أيقونة الصمود والنضال دفاعا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يشرف على اختتام مسابقة وطنية على مستوى جهوي وعلى مستوى محلي، هذا يجي دائما في طار بما أن المنظمة تعتبر رافد شريان يقضي قواعده الشعبية النسائية في طار جميع البرامج مرافقة المرأة الصحراوية وترقيتها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. لتسلط هذه المبادرة على عينة من عديد فصول النضال المستمر الذي تحققه المرأة الصحراوية في مسيرة الدفاع عن الوطن. ونختم من المسرح الوطني محي الدين بشترزي، حيث يحتضن المهرجان الأوروبي للموسيقى تحت شعار أصوات أوروبية، وهذا من الفترة الممتدة بين 15 و21 من الشهر الجاري بمشاركة 13 دولة أوروبية. الموضوع لفوزية فوغالي. أصوات أوروبا، مهرجان أوروبي ضخم للموسيقى احتضنه المسرح الوطني محي الدين بشتارزي، وكان الإبداع والتميز. الشق الثقافي هام جدا، هو لأن الدول الأوروبية متنوعة، هناك أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، كل له تاريخ ثقافة، يعني موروث ثقافي موروث علمي. هذه الشراكة عندما تدعم ثقافة، عندما ثقافة تأتي لتدعم العلاقات السياسية والدبلوماسية تكون أكيد علاقات قوية وستتواصل مع الزمن. وبما أن الموسيقى لغة عالمية وجسر يربط بين مختلف الشعوب، هي كذلك تقوي العلاقات الإنسانية بينها. Dans le secteur de la culture, nos relations sont particulièrement fortes. في قطاع الثقافة علاقتنا قوية، ويوجد تشابه كبير بين ضفتي المتوسط. هناك قيم مشتركة وطبوع مشتركة وموسيقى مشتركة. إذن الاختلاف ليس مطلق، ولكننا شعوب، الشعب الأوروبي والشعب الجزائري، يتشابه في البحث عن التنوع الثقافي. En même temps la richesse de leurs différences. المهرجان الأوروبي للموسيقى هي فرصة لخلق جسور بين الضفتين، الضفة الأوروبية والضفة الجزائرية، لأننا كاتحاد أوروبي نرى الموسيقى ونرى الثقافة كوسيلة للتكلم مع في لغة يونيفرسال، يعني لغة تتكلمها كل الشعوب. المهرجان فرصة أيضا لإبراز الموروث الثقافي الجزائري. ختام نشرة صباحية، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موجة التاسعة بحول الله، إلى اللقاء.